اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. بعد الفاصل هنبدا فقرتنا الحواريه الاولى مع المهندس شريف رعليان، اللي خلال الفتره الاخيره في انجازات كبيره جدا في اتحاد الخماسي الحديث. فعلا اتحاد منظم مرتب، عنده رؤيه كبيره جدا. من 8 سنين بدا المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث والامين العام للجنه الاولمبيه، بدا فعلا رتب افكاره لغايه ما وصلنا ان عندنا بطل الكابتن احمد الجندي في الخماسي الحديث. مهندس شريف العريان ببارك لك واقول لك الف مبروك على الميداليه الفضيه في اولمبياد طوكيو 2020. الله يخليك، مبروك لمصر كلها. الحقيقه انجاز اكثر من رائع، زي ما انت قلت احنا بنعد له من 2014 الحقيقه، من بعد ما خلصنا اولمبياد الشباب مباشره وتكوين المنتخب اللي كنا بنعده لاولمبياد الشباب 2018 ثم اولمبياد طوكيو 2020. والحمد لله مجهودنا ما فيش مجهود بيروح هباء ابدا، والحمد لله انجزنا. يعني بصراحه شديده ببص على الاتحاد الخماسي الحديث بلاقيه دولاب البطولات بتاعه ودولاب الميداليات تقيل جدا، بحس ان هو مش واخد حقه بصراحه شديده يا باشمهندس. يعني ارقام بتتحقق، انجازات كتيره على مدار 8 سنين متابعه كويس جدا، بس بطولات عالم بتستضيفها، حاجات كتير. عايز حضرتك تحكي لي الموضوع شكله ازاي؟ يعني لما بدات من 8 سنين بدات الموضوع شكله ازاي بصراحه؟ لا، من 8 سنين كان الموضوع صعب الحقيقه، لان كان يعني كنا مش هقول احنا بنستلم برضو من اللي بعدينا وبنكمل المشوار، انما كان المنافسه على ميداليا اولمبيه كنا بعاد، باستثناء ايه مدني طبعا اللي في 2008 كان عندها فرصه حقيقيه الحقيقه لاحراز ميداليا ولم توفق، انما بعد كده كنا بعاد. ما حدش عمل تواصل اجيال صح، منافسه صح، اجيال يبقى عندنا منتخب بينافس داخلي على مين اللي يوصل. يعني احنا لغايه قبل الاولمبيك جيمز بشهر ما حدش عارف مين من الثلاث لعيبه اللي عندنا خلاص، يعني كنا خمس لعيبه بيتنافسوا على مكانين للاولمبيك جيم، ثم بقى اربعه، ثم بقوا ثلاثه، فاضل على البطوله شهر ولسه ممكن اي اثنين من الثلاثه يلعبوا. يعني كان ممكن احمد الجندي ما يكونش موجود في الاولمبيكس، بس اللي كنا عاملينه ان كان اي حد هيبقى موجود هيعرف ينافس ان شاء الله على الميداليات. فاحنا اشتغلنا على كل المحاور، اشتغلنا على تنظيم البطولات عشان نعرف نجيب سبونسر، يعني كل حاجه مربوطه ببعض. انت محتاج سبونسرز، محتاج فلوس، محتاج تنظم بطولات عشان الايمج بتاعك، محتاج تعمل براندنج لعيبتك وبطولاتك عشان تبقى في ايمج معين تعرف برضه تجيب عليه فلوس، محتاج توفر لعيبتك كل حاجه ممكن توفرها حاجة ممكن تتخيلها. فاحنا غيرنا السيستم لسيستم مصري، يعني مشينا مدرب اجنبي اول حاجه عملناها، قلنا ده مش هيوصلنا للحلم اللي احنا عايزينه، وهنشتغل بفكر مصري بمدربين صغيرين احنا هنعلمهم الفكر اللي احنا عايزينه ايه، وده اللي احنا عملناه. وشويه كان في صعوبات، طبعا كان في صعوبات عشان تغير برضه منتاليتي بتاعت مدرب يعني درس بطريقه معينه، بيتعامل بطريقه معينه، اتمرن بطريقه معينه، وتقول له لا احنا هنغير ده كله وهنعمل حاجه مختلفه خالص ما فيش حد تاني في الدنيا بيعملها. عايز اسال حضرتك على حاجه، معلش انا اسف يعني هسيب حضرتك تتكلم لان الكلام كتير معاك. ازاي احمد الجندي ما كانش هيخش؟ عايز حضرتك تشرحها لي، يعني اكيد الناس لازم تفهم ازاي الناس بتتاهل او بتوصل. عندك اربع لعيبه واحمد الجندي لحق ميداليه فضيه ما كانش هيخش ازاي؟ اشرح لحضرتك، احنا عندنا التاهيل للاولمبيك جيمز صعب جدا في اي لعبه خلاص. التاهيل ليه طرق، ليه البوابه الخلفيه اللي بنسميها التاهيل القاري خلاص، وده ما يوصلكش لحاجه. احنا مصر بطله افريقيا وبطله العرب في ثلاث ارباع الالعاب، ما فيهاش قصه يعني. فانت ممكن تتاهل من التاهيل القاري، اللي احنا عندنا التاهيل القاري الاول على القاره يؤهل. طب احنا الاوائل مفيش مشكله اهو في التاهيل الاولاني. نيجي للتاهيل الثاني خلاص، هو ان الرانك العالمي، الرانك العالمي لازم تخلص قبل الاولمبياد بشهر، بينزل الرانك الاخير بعد بطوله العالم في السته الاوائل على الرانك العالمي تتاهل من الرانك العالمي. عندك بطوله العالم السنه بتاعه الاولمبياد والسنه اللي قبليها الثلاثه الاوائل على بطوله العالم يؤهلوا تاهيل مباشر، الرابع لا في الفردي. عندنا نهائي كاس العالم الاول بس، الثاني لا. ادي طرق التاهل خلاص. وطبعا في بقى الهوست كانتري نفسها ليها مكان مضمون وهكذا، فدي طرق التاهل. احنا من الاول بنقول يا جماعه احنا مش هنلعب بطوله افريقيا بالفريق الاول بتاعنا، هنلعب بفريق الناشئين وهنكسب تمام. بنقفل الباب على حته جدا، بنقفل الحته بتاعت ان انا اتاهل فاريح. لا، انا لو ما اتاهلتش من الرانك العالمي او بطولات العالم فانا اكيد مش هعرف انافس تمام. فاحنا عندنا تاهلنا من كل حاجه، يعني احنا عندنا في الاخر قبل الاولمبيك جيمز اتاهلنا باربع اولاد وثلاث بنات، والكوتا الحد الاقصى للتاهل للاولمبيك جيمز في الخماسي الحديث لاي دوله هو 2 و2. فلما بيحصل انك بتاهل بعدد اكبر
الاتحاد بيبقى من حقه ان هو يختار مين اللي يسافر، وده اللي كان في الخماسي. احنا عندنا شريف نظير اتاهل من البطوله القاريه، خد اول افريقيا، ثم عندنا احمد الجندي خد ثالث في بطوله العالم اللي هي للكبار اللي هي قبل الاولمبياد بشهر، فتاهل تاهيل مباشر، وعندنا اسلام حامد واحمد اشرف اتاهلوا من الرانك العالمي اللي هو السته الاوائل على الرانك العالمي. يعني تاهلنا بكل حاجه، واخترنا احنا الاقرب في هذا التوقيت للمنافسه، الاقرب في هذا التوقيت اللي مخلصين بطوله العالم للكبار قبل الاولمبياد بشهر، مخلصين في المركز الثالث والرابع فردي عام، كانوا احمد الجندي الثالث واحمد اشرف الرابع، وكان تصنيف العالمي بتاعهم احمد اشرف في المركز السادس واحمد الجندي في المركز التاسع في الرانك العالمي. فهم دول اللي اخترناهم، قلنا دول الاقرب للمنافسه على عالم ديريات. اللعيبه عندك ما بتزعلش اللي هي ما بتروحش اولمبياد، انت اخترت، انت عاجبني كلمه اختيار. فاكيد في لعيبه ثانيه ما بتغلطهاش بتزعل. لا احنا بنعمل حاجه ظريفه جدا برضو، عشان انا كنت لاعب ولعبت اولمبياد ولعبت بطولات عالم، فالحاجات اللي كانت بتزعلني انا من الاتحاد وقتها لغيتها كلها، اللي هي مثلا كان الاتحاد يعمل ايه؟ يعمل قياس بين لعيبه المنتخب قبل البطوله مثلا باسبوعين ثلاثه، الاول ثاني هم دول اللي هيلعبوا. انا شايف دي طريقه متخلفه عقليا الحقيقه، وهقول لحضرتك ليه؟ لانك انت بترهق اللعيب، بدل ما يبقى البيك بتاعه الاولمبياد بتخلي البيك بتاعه على البطوله اللي يا دوبك يتاهل عليها. واي شكرا. بطوله بتلعبها بيحصل بعديها دروب. مظبوط. فيحصل دروب عندك في البطوله الاهم. فشيء مش تحط تحت اللعيب تحت ستريس ملوش لازمه. احنا بنعمل حاجه مختلفه تماما، احنا لا الاتحاد ولا المدربين ولا اعضاء مجلس الاداره ولا اي حد يقدر يختار مين اللي هيلعب. يعني ايه؟ يعني بنيجي قبل التصفيات المؤهله، يجي كل سنه في اول السنه نقول والله اللي هيلعب بطوله العالم ادي كرايتيريا اهي. خلاص هيحصل 1 2 3 4، هنحسب الرانك المحلي بتاعنا ازاي من البطولات دي، ده اللي هيحصل، هناخد الارقام دي تمام، وهو ده يوم كذا خلاص من الطريقه دي رقم 1 2 3 هم اللي هيلعبوا بطوله العالم تمام. بس تمام. فما فيش اي تغيير تحت اي بقى مسمى حضرتك. يعني ايه؟ يعني لو لعيب سوري في الكلمه جات له اصابه ماليش دعوه، لو لعيب جاله ظروف ماليش دعوه، مفيش اي عنصر بشري هيتدخل. لو جالك ظرف انا بعتبره انك انت المسؤول عنه، انت لو جالك برد خلاص وعملت بطوله وحش انت المسؤول. طب ما انت جالك برد ليه؟ المناعه بتاعتك كانت ضعيفه، ما كنتش بتاكل كويس، ما كنتش بتنام كويس، في اسباب. مزبوط. كل حاجه ليها اسباب. فاحنا حطينا السيستم ده، السيستم ده لما طبقناه من اول اولمبياد 2016 14 الشباب 16 ريو دي جانيرو 18 ثم طوكيو، اللعيبه مرتاحه، لعيبه مصر كلها عارفه، مدربين المنتخب ما كانوش مبسوطين لان كانوا عايزين يبقى ليهم راي. احنا لغينا هذا، انت كمدرب منتخب مطلوب منك تحسن هذا اللعيب لاحسن حاجه تقدر عليها، بس انما مين اللي هيلعب مش بتاعتك. اول مره اقعد في مصر بصراحه شديده وحد يقول لي مش عايز مدير فني اجنبي، انا عايز مدير فني مصري. انا شايف ان وجهه نظر دور مهم جدا كاتحاد يبقى عندي مدربين فنيين. ليه اخترت المدرسه المصريه؟ يعني مع ان ممكن يكون في خبرات بتختلف. مش مدرسه مصريه، احنا جينا كاتحاد حطينا قلنا احنا عايزين سيستم مختلف، لان احنا لما نيجي نقلد روسيا مثلا بطل العالم عندنا او النظام الفرنساوي او ايا كان، انا اجي اقلده انا اوصل له هو يروح معدي، انا اوصل له هو يروح معدي، لان هو على طول عنده انوفيشن. فاحنا قلنا لا لا لا، شوف المستوى العالمي، مستوى بطل العالم فين دلوقتي؟ احنا عايزين نوصل اعلى منه ب 10% 15%، هنشتغل على ده تمام. ولازم يبقى فيه ابتكار، لازم المدرب يبتكر. المدرب مش هيبتكر ده وهيجرب ويالف حاجات ما يلزمناش. طب افرض الف حاجه وما مشيتش، هشيل؟ لا خالص، بالعكس، انت لما تبدا بقى تجتهد وتبتكر وتفكر بطريقه مختلفه تمام، ربنا هيزقك في اتجاه الصح، خلاص هيدي لك حاجات تساعدك في شغلك عشان توصل. وده اللي كان معانا الحقيقه. الحاجة الأهم عندنا بقى إن إحنا اشتغلنا بطريقة فردية، إحنا لعبة فردية مش لعبة جماعية، فاشتغلنا بطريقة فردية لاحتياجات كل لاعب مختلفة عن التاني. تمام؟ مختلفة عن التاني يعني إيه؟ يعني هديك مثال بسيط جدا. إحنا أول حاجة عملنا دي إن إيه تيستنج على طول للعيبتنا كلها. لقينا إن في لعيبة عندنا مثلا عندها حساسية من الويت، من الشعير، من اللبن، من حاجات كتير، فبدأنا نوقفها. لقينا ان عندنا مثلا كان عندنا البطلين وقتها كان عندنا اسلام حامد وياسر حفني، واحد بشره سمراء واحد بشره بيضاء تمام، بنمرنهم بنفس الطريقه رغم ان هم المفروض يتمرنوا بطريقه مختلفه، الكتله العضليه بتاعتهم مختلفه تماما. يعني في الجيم ده محتاج تقل عالي بترددات قليله، وده محتاج تقل قليل بترددات عاليه، فواحد بيتقدم التاني ما بيتقدمش تمام. فبدأنا نشتغل علمي على كل واحد، أوقات كل واحد وظروفه مختلفة تماما عن التاني،
سواء مدرسة أو جامعة أو شغل، تمام؟ فبدأنا نكيتر التمرين على كل واحد لوحده، مش لازم أنت يبقى نفس المدرب ده هو اللي بيدربك هنا، ده ممكن مدرب يمشي معاك ده ما يمشيش معاك. المدرب اللي مش مقتنع بلعيب أو لعيب مش مقتنع بمدرب ما ينفعش يبقوا مع بعض تحت أي مسمى، حتى لو أنت أفضل مدرب في العالم مش هتنفع، لأن أنت الكيمستري لازم تبقى موجودة، والارتياح النفسي ده من أهم الحاجات اللي موجودة. اشتغلنا لايف كوتشنج، اشتغلنا سبلمنت، اشتغلنا ريكفري. إيه أكتر حاجة نفعتنا في البداية؟ كانت اللايف كوتشنج، كان الشغل اللايف كوتشنج المنتل اللي محتاجه اللعيب في حياته عموما. ايه اكتر حاجه نفعتنا قبل طوكيو؟ الريكفري. احنا كل ما بدانا نعمل حاجه بقى يظهر لنا مشاكل في حاجه نبدا نانلايز ونشوف ايه الحل بتاعها. فاحنا في الاخر خالص كان الفاين تيوننج بنقول كان في السبلمنت والريكفري، الحاجات اللي احنا بناخدها للريكفري، احنا لعبه شاقه جدا فمحتاجه ان اللعيب يبقى جاهز للتمرين بتاع تاني يوم او جاهز للماتش بتاع تاني يوم بشكل كويس. فدي الحاجات اللي هي نفعتنا يعني. الدخول في التفاصيل اساس النجاح، حضرتك داخل في تفاصيل التفاصيل التفاصيل، تمام؟ بسبب ان شفت لو كنت لعيب ما كانش ده معاك. قصة علمية واضحه جدا، لكن اكيد برضه حضرتك قلت في كلامك ان الجانب المادي شيء مهم جدا. عوضت جبت الجانب المادي ده ازاي؟ اول ما مسكنا الاتحاد اول مشكله، انا يعني كنت انا راجل كنت بلعب، فانا الحته الفنيه كانت بحبها قوي، انما اول ما مسكت رئيس الاتحاد الحته الفنيه بقى رئيس الاتحاد اول هام لي خلاص او المجلس هو توفير الماديات المطلوبه لتنفيذ اي حاجه بعد كده. انت ممكن يبقى عندك احسن جهاز فني في العالم، لو ما وفرتلوش الماديات اللي هيعرف ينفذ بيها هذا البرنامج انتهى الموضوع، تمام؟ انا بشوف ان اكبر تحدي للرياضه المصريه هو الماديات اللي توفر عشان تعرف تعمل برنامج تبقى بطل عالم بيه. فده اللي احنا اشتغلنا عليه. لما جينا نشتغل على الكلام ده، طبعا الممول الاول اي اتحاد هو الدوله. مظبوط. والدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه. طبعا. طب لو انا اشتغلت بالبادجت اللي باخدها من الدوله ده، هل هقدر اوصل لبطوله عالم؟ لا مش هوصل، تمام؟ فده مش كافي، كتر خير الدوله انها بتقدر توفر لي هذا المبلغ، انما انا محتاج ثلاث اضعافه. طب هنعمل ايه؟ فانا بالنسبه لي كاتحاد خماسي كان اول حاجه ان انا ارجع البطولات الدوليه الكبرى لمصر، تمام؟ عشان اعرف اسوقها. مظبوط. تمام. وبعد كده لما اسوقها لعيبتي تبدا تحقق نتائج عشان اعمل لهم براندنج عشان اقدر اسوقهم هم بقى، تمام؟ فالفتره اللي احنا مسكنا فيها كانت صعبه جدا. ليه الفتره دي؟ انا مسكت اخر 2012 لسه طالعين من ثوره حضرتك، تمام؟ بعديها 2013 ثوره تاني. اول بطوله عرفنا نجيبها كانت 2014، وكان صعب جدا لاي اتحاد في مصر انه يجيب اي بطوله في هذا التوقيت، لان كان في تكتل من بره على مصر، في لا ده في انقلاب، ده في ما اعرفش ايه، لا مصر مش امنه. فانك تعرف تقنع الاتحاد الدولي ويصوت المجلس التنفيذي بتاع الاتحاد الدولي ويوافق ان البطوله دي تيجي مصر من البطولات الكبرى، يعني بطولات عالم او كاس عالم يعني، تمام؟ وتنجح البطوله ومفيش حاجه تحصل خلاص، فالناس تاخد ثقه اكتر، فيدي لك بطوله، يبدا يديك بطولات اكتر. فده الحاجات اللي ساعدتنا الحقيقه كتير، طبعا مع كل السبونسرز سواء الشركات المحليه او يعني الوطنيه او الخاصه، الحقيقه ساعدونا كتير في القصه دي، وادونا فرصه نجاح. يعني ادونا فرصه ان احنا سمعنا كلامك، تعال نشوف على ارض الواقع بقى هتعرف تنفذ الكلام ده ولا لا. نفذته ابدا اشتغل معاك اكتر، نفذت تاني اقدر اشتغل معاك اكتر، وهكذا. ملف التسويق ده ملف مهم جدا، وجبت فلوس كويسه جدا. النهارده مصر بتشهد طفره انشائيه مش طبيعيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شفتها ازاي في الرياضه المصريه؟ انا شايف ان شايف حاجتين. شايف الاول ان مصر عندها فاسيلتيز ومنشات على اعلى مستوى في العالم، في العالم، في العالم كله. خلاص هنقول ان في شويه حاجات مثلا في امريكا، في روسيا، في فرنسا، خلاص في اماكن معينه، كولورادو سبرينجز الاولمبيك سنتر بتاعهم، في الانساب في فرنسا، في موسكو، في حته يعني في شويه حاجات نقدر نعمل افضل منها. انما بس احنا مصر بالنسبه لل 206 دوله اللي في العالم، لا لا احنا في احسن 20 دوله خلاص من المنشات، منشات اكثر من رائعه. احنا عندنا مشاكل اخرى خلاص، مش المنشآت، مشاكل في الإدارة، مشاكل في توفير المناخ الكويس للعيب ان هو يعرف يؤدي، مشاكل في تغذية، يعني في مشاكل اخرى في نظام التعليم، انما كإمكانيات منشآت لا 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 مصر في طفرة طبعا كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت، ده ما حدش يقدر يعني ينكرها على الإطلاق، ولسه كمان هنشوف في اللي جاي طفرة كبيرة جدا لما طبعا القرية الأولمبية اللي بتتعمل في العاصمة الجديدة حاجة يعني مش موجودة في العالم الحقيقة، في حتة ثانية خالص، في حتة ثانية خالص حقيقة. يعني انت جاهز تنظيم أولمبيات بشكل واضح وصريح. يعني حضرتك أمين عام اللجنة الأولمبية، بقعد معاك بستمتع بكلامك. الله يخليك. ليه الاتحادات
بص انا عندي اتحادين بصراحه، خماسي واتحاد كره اليد، الاثنين دول اتحادين ماشيين في اتجاه مختلف، وباقي الاتحادات بصراحه ماشي في اتجاه بحس ان هو يعني مش داخل عايز يجيب ميداليه، مش داخل عايز يجيب يعني مش عارف ليه الاثنين دول فرقوا عن كل الاتحادات الثانيه بصراحه يا باشمهندس. انا في رايي ان يعني الشغل لازم هتبذل مجهود، والناس هتبقى قلبها على المكان وتدي يعني كل اللي عندها للعبة نفسها وعشق اللعبة نفسه خلاص، وان يبقى عندك الفكر اللي هتعرف تطبقه والامكانيات المادية اللي تعرف تطبق بيها. لو ده مش موجود او في اي قصور في اي حاجة في المنظومة، المنظومة هتبقى بتعرج خلاص. احنا اشتغلنا على الحكام، اشتغلنا على المدربين. مصر دلوقتي في الخماسي الحديث، يعني انا قاعد في اخر اسبوعين بعد طوكيو قاعد بتفاوض مع الدول، كله عايز مدربين من مصر خلاص. فرفعنا القيمه كمان بتاعت اللعيب المدرب المصري بشكل كبير جدا، ان احنا لا احنا اعلى مدرب، تعالى بقى فاوضني ودي لك مدرب. هل انا هستغنى عن المدربين اللي احنا بنيناهم في دول؟ هستغنى عليهم كلهم على فكره، مفيش اي مشكله خالص، وهبني جيل تاني خلاص. بالعكس دول ما هيرجعوا يرجعوا لي بخبرات اكتر كمان. فبالعكس انا ما بخافش من المنافسه خالص على فكره. اللي بيقول لك بقى اصل الخطط والمش عارف ايه والمدرب اللي يعمل ان هو يعني هو اللي عنده السر الالهي، ده كلام فارغ. لان دلوقتي حضرتك خش على النت هتطلع احسن برنامج بيعمله مايكل فيليبس في السباحه. صح. القصه مش في البرنامج، القصه في تطبيقه ازاي وعلى ارض الواقع مع اللعيب نفسه كمان. الفلكسبيليتي بتاعتك في احتياج اللعيب في اليوم ايه، وهتغير ازاي وهتعمل ايه. يعني لازم مدرب عنده اي كيو عالي، لازم عنده طريقه بيتعامل بيها مع اللعيب نفسيا بشكل كبير تبقى صح. لازم نسافر بالقوه الضربه بتاعتنا كلها من العوامل المساعده. يعني انا ما سافرش واروح اشحت المدلك بتاع فريق تاني والنبي دلك لي اللعيب اصل رجله بتوجعه. لا، انا معايا المدلك بتاعي، انا معايا الفيزيوثيرابيست بتاعي، انا معايا اللايف كوتش بتاعي خلاص. دي كلها عوامل مساعده غير المدربين الاساسيين بتوع اللعبه، سواء كان بقى مدرب السلاح ولا الفروسيه ولا السباحه ولا. فلا احنا انتقدنا الحقيقه الخماسي الحديث واحنا مسافرين، ان انا مسافر معايا 8 مدربين، انا معايا ولدين وبنتين هو الحد الاقصى للتاهل 4، ومعايا 8 مدربين. بس عارف الثمانيه مدربين دول رايحين كل واحد ليه شغل ومقدر، يعني ما ينفعش ما يكونش موجود خلاص. وده كان مهم جدا. يمكن احنا بعتنا كمان في اخر وقت في ريال كانت طلبت المدرب الخاص بتاعها بتاع علاقه الجمعه وديناه، لان عارفين اهميه الكلام ده لما يبقى في حاجه. يعني احنا عندنا حتى في البطولات يمكن احنا لعبه يعني مش هقول لعبه مختلفه شويه عن بعض الالعاب الاخرى خلاص، انما احنا حتى الاولياء الامور هم عامل معانا، احنا مدخلينهم في المنظومه معانا، بيقعدوا يتناقشوا في كل شيء، لان انا محتاج منهم هم جزء يعملوه خلاص. يعني ممكن يبقى في لعيب محتاج والدته تكون موجوده معاه في البطوله تطلع، مش هقدر اطلعها انا باللوائح اللي عندي على حسابي، انما تطلع على نفقتها توفر خلاص من المكافئات بتاعت لا وتطلع وتكون موجوده خلاص. دي حاجات برضو كلها عوامل مهمه. واحد بيرتاح ان اخوه يكون موجود معاه، يبقى موجود معاه، ليه ما يبقاش موجود معاه؟ كلمه شهاده لازم اقولها على الهوا، ان بس هو بدانا 10 دقايق وربع ساعه في الحوار. اتمنى من كل الاتحادات المصريه ان تدرس نفسها وتخش في كل التفاصيل، عشان يهمنا جدا الرياضه المصريه تكون رقم واحد، ان احنا دوله رقم واحد على قدر المنشات وعلى قدر كل حاجه موجوده وعلى قدر ابطالنا. وفعلا انا مع المهندس شريف العريان ان فعلا احنا لازم نكون في المقدمه دائما وابدا. اولياء الامور عاملين مشاكل في كل الالعاب، حسيت ان انت بتتكلم عليهم وهم اصدقائك، مش يعني داخل المنظومه اديت لهم وضعهم، اديت لهم حقهم. طبعا انا بعتبر ولي الامر سواء الاب او الام ده المدير الفني الحقيقي بتاع الولد. الولد بيقعد عندنا في التمرين قد ايه وبيقعد في البيت قد ايه؟ بيقعد عندك اكتر. بيقعد عنده هو اكتر. سوري انا اسف. تمام. فلازم ال 24 ساعه بتوعه بالكامل نكون ماشيين على الخطه صح. احنا جينا في سنه بيدرسوا 24 ساعه. طبعا احنا دلوقتي كلهم اللعيبه عندنا عاملين لهم مونيتورنج كامل. يعني اللعيب لو ما نامش كويس انا تاني يوم استدعيه على طول اقول له تعالى اهو الجهاز عندي بيقول ان سعادتك النهارده نمت 4 ساعات ديب سليب بس. ده ابلكيشن؟ ابلكيشنز خلاص. انت نايم انت نايم بالساعه البولر، نايم بكل حاجه، فانت كل حاجه مونيتورد، فانت مش هتعرف تزوغ مني خلاص في حاجه سواء في نيوتريشن او. الابلكيشن ده كمصر ولا كالعالم ولا حاجه جبته؟ لا لا، الحاجات دي متوفره في العالم كله خلاص. احنا بنشتغل باحدث حاجه في كل حاجه، فبالتالي
يعني شغالين بطريقه علميه جدا الحقيقه بصراحه. واضحه جدا. احنا جينا في سنه لقينا عندنا الاصابات عليت جدا خلاص. فلما عملنا اناليسز للكلام ده كله، الكلام ده كان من 4 سنين، عملنا اناليسز ليه الاصابات عندنا عاليه، طب احنا ايه اللي بنعمله غلط. عملنا جبنا اللعيبه كلها واتكلمنا معاها، لقينا ان مع الاناليسز احنا عندنا مدرب تحليل اداء تمام. لما عملنا اناليسز دي لقينا ان عندنا مشكله عدد ساعات نوم. اللعيب عندنا في الخماسي بيبدا يومه امتى حضرتك؟ من 5 الصبح في حمام السباحه، وبعدين عنده جيم، وبعدين بيروح مدرسته او شغله، ويرجع على الساعه 3 لغايه الساعه 10 بيكمل 4 العاب التانيين، وبعدين بيبقى عنده في اخر اليوم تدليك او كرايوثيرابي. احنا جبنا المكنه بتاعت كرايوثيرابي، التجميد بالنيتروجين عشان سحب اللاكتيك اسيد من الجسم، يعني شغل علمي برضه. فاللعيب بقى لو يعني لازم يرجع هينام، لان هم يا دوبك 8 ساعات اللي فاضلين. هم يا دوبك 8 ساعات اللي هم المينيمم اللي انا عايزه في النوم. لو اللعيب ده بقى روح وبدا يبقى عنده شويه سوشيال لايف، عايز يخرج مع اصحابه، عايز يتفرج على التلفزيون شويه، عايز يبقى خد من وقت ايه؟ من وقت النوم. وقت النوم خلاص. فاحنا رحنا مغيرين البرنامج السنه اللي بعديها، ان اول حاجه نحطها في البرنامج هي 8 ساعات نوم، وبعد كده حط في الوقت المتبقي قد ايه نبني عليه البرنامج بتاعنا. واولياء الامور ملتزمين جداً. وكل الناس ملتزمه واللاعبين ملتزمه. وصلنا الميداليه الاولمبيه باحمد الجندي. مظبوط. المهندس شريف العيان مشاكل اللي عنده او المشكله الاساسيه اللي يقدر يوفر بيها ميداليتين، هما بيطلع 4، واحنا انا خالد العودي عايز 4 ميداليات. ممكن نوصل لده في باريس 2024؟ طبعا ممكن. احنا كنا مسافرين المره دي وعارفين ان الولدين بتوعنا خلاص من ضمن 12 لاعب يقدروا يوصلوا الميداليه، يعني داخلين ينافسوا. يعني اللي احنا عندنا في الخماسي 36 لاعب اللي بيوصلوا الاولمبياد و36 لاعبه. عارفين ان بناتنا لسه صغيرين، مواليد 2099 و2003، فلسه صغيرين شويه، على 24 و28 هيكونوا بينافسوا. الولاد احمد صغير، بس احمد احنا اشتغلنا عليه سنتين بعد ما كسب اولمبياد الشباب ذهبيه، ازاي نعوض العاب الخبره اللي هي الفروسيه والسلاح تحديدا، اللي هي لسه احمد خبرته قليله جدا فيهم. اشتغلنا ضعف التمارين الطبيعيه لاي ولد تاني في اللعبتين دول بس، عشان اقرب من وقدرنا نقرب ما هو كافي ان احنا نوصل الميداليه. طب هل هو عمل في السلاح والفروسيه كم الاوائل؟ لا خالص في الدوره دي خالص. هو حضرتك من ال 36 مخلص في السلاح يمكن ال 17، فخلص في الفروسيه يمكن ال 18 19 تمام. فانما احنا عارفين ان قوتنا الضربه في الجري والسباحه والرمايه، فهم الالعاب اللي فيها قصور عايزينه يوصل لكده. احنا وصلنا اللي احنا عايزينه اللي نقدر ننافس بيه، عشان كده كانت الناس مستغربه احمد جاي من المركز ال 13 في اخر لعبه. كنت لسه اسالك سؤال ووصل ازاي احمد. احنا عارفين ان يعني قبل ما نبدا مسابقه الليزر ران ان ال 15 الاوائل الاولاني فارق بفرق كبير، ثم المركز الثاني والثالث، اي حد من ال 14 فاضلين دول يقدر يحقق هذا المركز. عندنا 5 لعيبه بيجروا ضعاف في الجري، فدول استبعدهم، يبقى فاضل حوالي 7 8 لعيبه. التوفيق بقى في اليوم ده في الرمايه مش في الجري. الليزر في الرمايه. هنعمل ايه في الرمايه؟ هو بيجري اللي الضغط هيأثر عليه اكتر، هو اللي هيقع. هل الناس يا باشمهندس يعني برضه الناس مش عارفه هو الليزر ران ده؟ انا عارف ان هو جري وبيجري تقريبا 400 متر او 800 متر. 800 4 في 800 متر، يتخلل بين كل 800 و800 مجموعه رمايه. لازم تجيب 5 طلقات مظبوطين في السواده عشان تعرف تطلع 800 اللي بعديها. يعني فانت لو عطلت الطبيعي انك تضرب ال5 طلقات دول ما بين 7 ل 10 ثواني تمام، وتطلع تكمل ال 800 اللي بعديها. لو تعطلت بتطلع ما جبتش طلقه، ما جاتش، ممكن تقعد 15 20 ثانيه، هتبقى ضيعت تمرين السنه كلها. والتاني هيحصل. عايز اعرف احمد الجندي ضرب عكس الطبيعه. خلاص هقول لك عكس الطبيعه بمعنى ايه. الجري والرمايه، الجري النبض حضرتك عارف عالي جدا، والرمايه عايزه نبض واطي جدا، فهي دي صعوبه الليزر ران عندنا تمام. مفيش مشكله. انت بتبدا اول من خط البدايه تخش على ميدان الرمايه الاول، تضرب اول مجموعه، فاول مجموعه دي لسه النبض معليش كويس، فدي اسهل مجموعه خلاص. بعد كده النبض بيعلى بقى والمنافسه، وانت شايف واحد طلع وانت عايز تحصله والكلام ده كله، فبيبدا التوتر مع النبض العالي بتبقى ايه يعني المجاميع بتبقى اصعب فاصعب. احمد دخل اول مجموعه ضربها وحش، كل الناس ضربت اول مجموعه كويس وهو ضربها وحش تمام، ضربها في 13 ثانيه يمكن. ترتيبه اتاخر تاني. ترتيبه ما حسنش حاجه خالص تمام. طلع الجري هو اقوى لاعب جري فعلا موجود في المجموعه، ما فيهاش نقاش. فبدا يحصل الناس مع النبض العالي. هم بداوا بقى 3 مجاميع اللي بعديها بدات الرمايه عندهم تضعف او يعني يبقى في قلق فيها، واحنا 3 مجاميع زي الفل خلاص، 5 من 5 6 5 من 6، هوب هوب هوب، بدا يحصل ناس كتير بسرعه كبيره. لما قبل الليزر ران
احمد برضه وهو صغير كان بيعمل ساعات غلطه ان هو ينزل ايه بادئ متاخر، وهو ده متعود ان هو بيبدا من يعني اكتر كمان من كده ساعات، يبدا من اول 800 يحاول يحصل على قد ما ربنا قدره، فيبدا جامد جدا فتلاقي البنزين خلص على الاخر. المره دي احمد الجندي احنا قلنا له انسى بقى، ما تبصش الميداليه دلوقتي، انت هتنزل تعمل تمرينتك اللي احنا متمرنين عليها ب يعني احنا هنتمرن 800 عايزين نجريها في كذا، هتجريها في كذا، مش هنقدر نجري 10 ثواني احسن مثلا، لا احنا عايزين نجري الصح، وسيب سيب المركز ده هتشوفه في الاخر هيطلع زي ما يطلع خلاص، وقد كان جري اللي احنا عايزينه خلاص. الحاجه الخطا الوحيد مش يعني خطا في الرياضه وانت هتفهمني في الحته دي، ان هو جه في اخر 800 هو حصل رقم واحد بتاع انجلترا اللي كان بيجري برضه بيسنج هيم سيلف بس موفر مجهود، فحصله وعداه بتاع انجلترا بقى وراه تمام اوكي. انا كنت افضل ان احمد يستنى وراه وبعدين نشوف اخر 100 متر يخلص اتنين يعملوا فينش على بعض ويخلصوا على بعض. احمد عمل ايه؟ احمد يعديه بعدين الواد يعديه، احمد يعديه الواد يعديه، انت جاي بعديه ب 50 ثانيه فانت معوض 50 ثانيه سابقه ب 50 ثانيه اساسا، فمجهود اكبر تمام. فانا لما خلص احمد حتى قلت له انت ليه عملت كده؟ ما خلص ما هو في الفينش الواد راح مفنش على طول واحمد ما قدرش يعمل حاجه بالظبط. فقال لي بص يا كابتن شريف انا كان عندي تو تشويسز تمام، واحترمته جدا فيها الحقيقه. انا كان الصح انا عارف ان الصح ان انا استنى وراه وبعدين انا وحظي مع اخر 100 متر ونشوف مين فينا اللي هيقدر يكسب التاني. بس انا لقيت اللاعب بتاع كوريا الثالث ورانا ب 10 متر، فقلت لو انا عملت كده وهو الواد بتاع انجلترا كان مهدي بتاع كوريا كمان هيخش معانا وهيبقى فينش ثلاثي، ساعتها انا اللي هخسر لان انا التعبان اكتر واحد فيهم. فانا قلت لا خلي بتاع كوريا بعيد وخلينا احنا خرج واحد من المنافسه وانا راضي بالفضيه ما شاء الله، وده اللي كان. فبرضه الحقيقه لما واحد عنده 21 سنه يفكر بهذا الفكر وهو بيلعب في ميداليه اولمبيه بالظبط، ده نضوج برضه، ده خبرات ونضوج. فالحقيقه يعني كل التحيه لاحمد، مجهود اكثر من رائع، والمدربين والحقيقه والمنظومه بالكامل، ميداليه مستحقه للخماسي الحديث، كانت الميداليه الوحيده اللي ناقصانا. يعني احنا حققنا بطولات عالم في الكبار والناشئين والشباب والزوارين خالص كمان، مفيش حاجه ما حققناش فيها، كانت الميداليه الوحيده. اولمبياد الشباب 2018 بوينس ايرس مصر جايبه 3 ميداليات ذهب في التوتال، واحده كاراتيه واثنين خماسي حديث، احمد اسامه الجندي الذهبيه وسلمى ايمن عبد المقصود الذهبيه برضو ما شاء الله. فالحقيقه احنا حققنا كل حاجه الحمد لله بصراحه شديده. تعظيم سلام للاتحاد الخماسي الحديث بجد. اتحاد بص انا شايف كده مش واخد حقه اعلاميا، لكن فعلا بستمتع بيهم، شبابنا واولادنا وبناتنا فعلا رايحين في تارجت مختلف. هنبتدي نخرج على ملف تاني هو ملف اللجنه الاولمبيه. راضي عن اداء البعثه المصريه في طوكيو؟ راضي عن النتيجه. عن النتيجه؟ يعني ايه راضي عن النتيجه؟ يعني سعادتك بتحط تارجت من قبل الاولمبياد باربع سنوات، من الاولمبياد لما تخلص اولمبياد ريو دي جانيرو حطينا تارجت. طب ايه هو التارجت اللي احنا حطيناه؟ حطينا ثلاث اهداف. الهدف كلجنه اولمبيه، كلجنه اولمبيه ثلاث اهداف خلاص. ايه الثلاث اهداف؟ الهدف الاولاني ان احنا طوكيو 2020 دي ان احنا عايزين نتاهل باكبر عدد من اللاعبين واللاعبات. طب اكبر عدد اهلت مصر فيه كان ايه؟ كان في ريو 121 لاعب ولاعيبه تمام. احنا تاهلنا ب 133 لاعب ولاعيبه و 12 احتياطي. 133 يعني بس لاعب ولاعيبه مش مدربين، لا مش ولا مدربين خالص. 133 لاعب، 133 لاعب ولاعيبه زائد 12 احتياطي، يعني 145 لاعب ولاعيبه سافروا الى طوكيو. كويس تمام. طبعا الاحتياطي زي في الكوره زي في ممكن يلعب ممكن ما يلعبش مظبوط تمام. ثم كان التارجت الثاني ان احنا نتاهل باكبر عدد من الالعاب الاولمبيه. الالعاب الاولمبيه فيها 33 لعبه، مصر تملك منهم 29 بس. 29 لعبه اولمبيه، احنا تاهلنا في 23 لعبه اولمبيه ما شاء الله، وكان المفروض نتاهل في 25. ليه 25؟ لان رفع الاثقال موقوف سنتين مظبوط، ده طبيعي ان احنا نتاهل وننافس كمان فيه. والكره الطائره الشاطئيه احنا اللي حصل معانا في البطوله الافريقيه في المغرب حصل دروب الحقيقه فعلا. ظلم بين يعني تمام. كان المفروض دعاء الغباشي وفريد العسقلاني يكونوا موجودين في الاولمبيكس بمنتهى السهوله 100%. انما تم ايقافهم وهم هيلعبوا السيمي فاينل عشان مدرب بتاع الولاد بقى كورونا فوقفوا مصر كلها فراح التاهل. صح. فالكره الطائره مش هقدر اقول يعني، بس فالكره يعني الطائره ما بقتش موجوده، فبقى عندك لعبتين دروب. ورغم كده حققنا التارجت 23 لعبه، كان اقصى عدد كان 22 لعبه قبل كده. التارجت الاخير هو اكبر عدد من الميداليات. طب اكبر عدد من ميداليات مصر حققته كان كام؟ كان خمسه في دوره واحده، حقق في 36 برلين خمسه، ثم 48 لندن خمسه، ثم اثينا 2004 كانت اخر حاجه الخمسه الذهب وفضه وثلاثه برونز. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحطم الرقم ده، نجيب اكتر منه.
وعايزين نجيب اكتر منه، ومعناش رفع الاثقال اللي هي ميداليتين مضمونين 100%. محمد ايهاب وساره سمير. طب هنعمل ايه؟ بس معانا حاجه ثانيه معوضه، الكاراتيه لاول مره بيخش، فدي برضو مصر مميزه فيها. فالكاراتيه عوضت رفع الاثقال بالميداليتين، تمام. ثم قدرنا التايكوندو ميداليتين والمصارعه ميداليه والخماسي ميداليه، فحققنا ذهب وفضه واربعه برونز، فكسرنا الرقم اكبر رقم لمصر كان خمسه، بقى سته. هل مصر راضيه بان مكانتها ست ميداليات؟ اقول لك لا طبعا. خلاص، هل المهندس شريف العليان مش مصر، هل المهندس شريف العليان راضي عن الست ميداليات؟ ونروح لفين بعد كده؟ لا انا راضي عن الست ميداليات كبدايه. خلاص، ان احنا اهو طول ما انت كل مره بتعمل احسن من اللي قبليها واحسن بشكل كبير، فانت ماشي في الطريق الصح. احنا سته، طب باريس المفروض التارجت يبقى ايه؟ باريس 24، 10 ميداليات على الاقل، ما شاء الله. تمام، وهكذا وهكذا الى ان تصل الى مصاف بقى ايه الكبار يعني. ليه الناس بص يعني، او الناس ضغطت في السوشيال ميديا على لاعبين السباحه والسباحات والسباحين مع انهم ابطال وحقهم كل حاجه، بس اشمعنى ده بالذات ضغطوا عليهم جامد في السوشيال ميديا؟ كنت حاسس ان في ضغط على السباحه. السباحه والعاب القوه خلاص العاب رقميه واضحه وصريحه، يعني اللعيب هو مسافر هو عارف اوريدي هو تصنيفه العالمي كام، يقدر يعمل ايه، حتى لو حسن عشر ولا وحش عشر ده اخره يعني. انت مش هتيجي تنزل في سباق وتحسن ثانيتين ثلاثه في 100 متر ولا في 50 متر، مش هيحصل الكلام ده. فبالتالي ارقامنا كانت معروفه. احنا كان عندنا فريده تحديدا، فريده بطله كبيره، سباقها ال 50 متر دول مش موجود في الاولمبياد، بتلعب في بطولات العالم بس اللي هي مميزه فيه، فهي مضطره تلعب ال 100 حره وال 100 دولفين. تمام، هل هي بتوصل فيهم الى النهائيات؟ الحقيقه لا. ال 50 متر احنا كنا حاطين امل على 50 متر حره انها لو وصلت للفاينل اخر 8، ساعتها الثمانية اللي واقفين على 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 الستارت اي حد فيهم ممكن يكسب حسب يعني سرعه الستارت بقى في الايه في السباق نفسه. مظبوط، تمام. طب هي ما قدرتش توصل، هي خلصت الحاجه و20، ما فيش مشكله خلاص يعني، ما عملتش جريمه الحقيقه، بالعكس هي ادت لمصر كتير جدا، فانها تخفق في سباق واحد ده وارد. وبعدين جداً. وبعدين حضرتك لو هنقيم، لا احنا عندنا بقى في بطل يوسف على ما اظن خلاص في ال 400. يوسف لماش في 800، لا في 800 اللي هو اتاهل اخر واحد من نادي اليوبي. فاكره كسر رقمه ووصل السيمي فاينل وهو لعيب صغير جدا في السن. طب اهو بقى عندك اهو واحد بوتنشال اللي جاي، ابدا استثمر فيه. اللعيب الكبير عارفين خلاص ان الالعاب دي ليها سن معين وبعد كده بيحصل دروب. تمام، ولازم اجيال تسلم اجيال، انما طبيعي. هو كان طبعا الهجوم كان شديد في كل لعبه خلاص. انا هضحك حضرتك، انا في الخماسي الحديث لقيت بدا هجوم صحفي يحصل وانا في وسط البطوله، الخماسي ما بيعملش حاجه، ده الواد هيبدا في المركز ال 13، احنا لسه السباق ما بداش يا جماعه خلاص. طب انتوا عارفين هو هيعمل ايه؟ عارفين فرقتنا هتعمل ايه؟ لا ما حدش عارف. انا الحاجه الوحيده اللي كنت حاطط ايدي على قلبي فيها في الخماسي الحديث هي الفروسيه، الحاجه الوحيده اللي كانت مقلقاني ليه؟ مش عشان قرعه وحظ وما فيش الكلام ده عندنا، انما عشان احنا انا مقتنع ان احنا ما بذلناش اللي علينا في لعبه الفروسيه بنسبه 100% زي ما احنا كنا حاطين في الخطه لاسباب كتيره، منها اول خطه، اول حاجه ان احنا ما عندناش الخيل. الاتحاد المصري للخماسي الحديث لا يملك الخيول الكافيه للتدريب، فاحنا في الحته دي عندنا قصور جامده جدا في لعبه الخماسي الحديث. اتمنى ان احنا نتفادى هذه القصور بقى مع الدوله مع الوزاره في الاربع سنين اللي جايين، ونجيب خيل بمستويات مختلفه نعرف نتمرن عليها تمرين كويس لباريس 24. هسأل سؤال عن موضوع الخيل ده مهم جدا، سيبنا من الارقام لان متاكد ان الدوله هتكون سبورت لحضرتك 100%، لكن هو الخيل ده بيسافر معانا ولا ما دي صعوبه الخماسي؟ هي دي النقطه اللي انا عايز اشرحها. في الفروسيه الفارس بيسافر بحصانه اللي هو متعود عليه وحافظين بعض وكل الكلام ده، فطبيعي ان هو يؤدي اداء كويس. تمام، في الخماسي لا، الخماسي انت الخيل قرعه، الدوله المضيفه في اي بطوله هي توفر الخيل كلها، ثم والخيل بتبقى على مستوى كويس، مش على مستوى وحش يعني، بتبقى عامله كورس قبل كده بس بالركيبه بتاعتها. الصعوبه بتاعتنا ان انت بتسحب حصان انت مش عارفه، ليك 20 دقيقه تسخن بيه وتنط خمس قفزات بس، ثم تخش على الكورس ال 15 سد وربنا معاك. فهل 20 دقيقه دي كافيه انكم تحفظوا بعض؟ هي كنت لسه مع بعض ازاي 20 دقيقه يعني؟ ليه هم مصعبينها كده؟ هي الخماسي من اول ما بدا هي دي صعوبته، فانت لازم تبقى متعود في التمرين على خيل بمستويات مختلفه. طب هسال حضرتك حاجه مهمه، احنا ليه الخماسي الحديث يعني ده سؤال في العالم، ليه مش بيسافروا بالخيول بتاعتهم؟ يعني كل واحد اتمرن على خيل يطلع بيه، ليه بيدوا له خيول؟
هو و20 دقيقه ليه صعوبه؟ يعني ليه ما اتمرنش على الخيط بتاعي واطلع واسافر بيه؟ لانها اولا مكلفه جدا، خلاص. تاني حاجه ان فلسفه الخماسي، يعني الخماسي لعبه الخماسي دي الفها بيير دي كوبرتان مخترع الاولمبيات الحديثه في 2012، في 1912 اسف، 1912 خلاص، يعني بدات في ستوكهولم 1912، كان بيفكر في الرياضي الكامل وقتيها، فالرياضي الكامل وقتها من 1912 1912 كان وقت حروب بقى انت عارف طبعا، فكان هي كانت الرياضي الكامل اكتر منها العسكري الكامل، خلاص. فكان العسكري الكامل وقتها لازم بيعرف يعرف يجري، يعرف يعوم، يعرف يضرب رصاص، يعرف يلعب بالشيش، ويعرف يركب حصان. ده الاساس، ده الاساس، يعني ده اللي ممكن يقابلك في حرب، ولازم تعرف تتعامل مع كل الحاجات دي وتركب اي حصان، مش تركب حصانك اللي انت متعود عليه. خدوا الفكره الاساسيه بالظبط، فدي كانت الفلسفه بتاعتها. فالاتحاد الدولي ما غيرش هذه الفلسفه الى الان لغايه وقتنا هذا. مظبوط. الحديث ممتع جدا وشيخ جدا مع المهندس شريف العليان. خلينا نخرج فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. مستمتع جدا بالحديث مع المهندس شريف العليان، فعلا الحديث ده محتاج ساعات وساعات عشان ناخد منه كل حاجه، لكن تاني وهقول وهكرر وهكررها تاني وهكررها تالت، يا ريت كل الاتحادات المصريه تاخد الفكره، تعرف يعني ايه علم، يعني ايه المستقبل، يعني ايه ازاي ندي خطه، يعني ايه ازاي نشتغل على اساليب الحديثه ونفضل مؤمنين بيها عشان نقدر نوصل زي المهندس شريف العريان بالظبط لما وصل باتحاد الخماسي. وانا بقول لكم النهارده وعلى مسؤوليتي الشخصيه هنوصل في باريس وان شاء الله هنحقق ميداليات على ايد الخماسي الحديث باذن الله. باشمهندس، الانديه الشعبيه ما فيهاش خماسي حديث ليه؟ الخماسي لعبه مكلفه جدا، تمام، واغلب الانديه بتعاني ماديا برضه، فبالتالي لما تيجي النادي تقول له انا عايز ازود لعبه عندك، يعني بينهم النادي الاهلي والزمالك مثلا، خلاص اكبر ناديين هو في مصر. مظبوط، تمام. احنا حاولنا معاهم كتير، اتكلمت معاهم فعلا. طبعا حاولنا كتير، خلاص يا جماعه عايزين خماسي ما عندكم، احنا هنساعد بكل اللي نقدر عليه. الفكر دلوقتي مع جميع الانديه ان لا، لو هكلف جنيه لا، لان مثلا النادي الاهلي هتلاقي الكوره بتصرف على باقي الالعاب بشكل كبير يعني. مظبوط. خلاص، فبالتالي هو مش عايز عبء زياده. برضو الانديه بتفكر انتخابات، وتفكر انا هصرف قد ايه وليه. تمام، فاحنا بنزق بقدر المستطاع. احنا دلوقتي الاتحاد الدولي بدا برضو معانا يفكر بشكل مختلف، قال لك احنا طب انسى بقى اللعبه المكلفه قوي اللي هي الخمس العاب دي، وخلينا نشتغل على حاجه اسمها جري ورماية، ليزر ران، خلاص. وهعمل لكم بطوله عالم للليزر ران في المراحل من 8 و10 و12 و14، وهعمل بطوله اسمها باياثل وترياثل، لا جري وسباحه، وجري وسباحه ورماية. خلينا نطلع قاعده كبيره في دول فقط لا غير، فقط لا غير، فقط لا غير، تمام. فدي العاب سهله موجوده في كل الانديه. فده اللي احنا بدانا بيه دلوقتي نشتغل. يعني في حاجه هتسمعوا عنها يمكن الاسبوع اللي جاي، بتتعامل مع وزاره التعليم العالي، وزاره التعليم برضه لسه بتكلم دكتور اشرف صبحي فيها امبارح، خلاص. وفي حاجه ثانيه بتتعامل مع شركه استادات برضه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، بحيث ان احنا نستفيد بالامكانيات اللي موجوده بتاعت الاستادات اللي في كل المحافظات دي، ونطبق الفكره بتاعت الاتحاد الدولي في القصه دي، خلاص، في توصيل الخماسي لكل جمهوريه مصر العربيه. احنا حاليا عندنا ثلاث مناطق فقط لا غير، او اربع مناطق اسف، القاهره، اسكندريه، وسط الدلتا، دول اللي موجودين، وموجودين بشكل كبير. وعندنا الوادي الجديد بس ما اقدرش اقول ان احنا ناشطين فيه اطلاقا، محتاجين ننشط اكتر من كده بكتير الحقيقه. احنا عايزين نوصل لكل مصر. 26 محافظه. طبعا عايزين نوصل ل 26 محافظه. انا هقول لحضرتك حاجه، حضرتك فاكر لما برده بدا يكسب في السكواش؟ مظبوط، فاكر. مصر كلها عايزه تلعب سكواش. حصل، صح، حصل، تمام. لما احمد الجندي وسلمى ايمن عبد المقصود عندنا كسبوا الذهبيه في اولمبيات الشباب 2018، عدد اللاعبين عندنا في البطولات المحليه تضاعف. يعني لو قلنا مثلا عندنا 3000 بقى عندنا 6000، ما شاء الله، بين يوم وليله، فجأة. احنا متوقعين وبريدكتنج للسنة اللي جاية دي ان بعد ميدالية احمد الجندي الفضية العدد هيضاعف تاني. فلازم نبقى جاهزين ليه، خلاص. وده حاجة تفرحنا، لان طبعا انت كل ما القاعدة هتكبر عندك، مزبوط، كل ما هيبقى الاختيار للمنتخبات اسهل. انت اللي حضرتك عمال تجري وتفتح في القاعدة وتقول انا عارف ان هي هتحصل طبعا فيها، هترفع عدد اللاعبين احمد الجندي، لكن حضرتك برضو بتتكلم على الوادي الجديد اللي انا برضو ما سمعتهاش قبل كده مع حد، بتقولي بتفتح كل المحافظات. الوادي الجديد انا يعني مش هقول برضو ان احنا يعني اخترنا الوادي الجديد. احنا اخترنا الوادي الجديد لان الوادي الجديد ده هي محافظة ايه مدني، وايه مدني هي الايكون عندنا في الخماسي الحديث في البنات. مظبوط. وموجوده معانا، يمكن هي مش عضو مجلس اداره، تمام،
انما احنا اي حد لعب للمنتخبات على اعلى مستوى احنا بنعتبر ده بيته. بتستفيد من كل طبعا الناس. طبعا اهلا وسهلا بيه في اي حاجه اقدر افيد بيها احنا جاهزين. تكريم سياده الرئيس للابطال الاولمبيين اعلى تكريم طبعا. واحمد الجندي كرم من سياده الرئيس عبد الفتاح وكرم بس ايه بقى تكرم حضرتك وسياده الرئيس انه يعني يشرفنا ويمضي له على التيشيرت بتاعه بتاع الجري نفسي خلاص حاجه اكثر من رائعه رغم انها يعني كانت فكرتي انا الحقيقه معاه وانا قلت له يعمل طبعا ابني خلاص وقلت له هنحطها في برواز وهنحطها في الاتحاد الله. انما طبعا بعد ما ضلوا عليها انا مش عارف اخد التيشيرت مش عارف خلاص مش عارف ومتفاهم طبعا يعني دي حاجه طبعا. تذكار ما بعد تذكار الحقيقه يعني. دي حقيقه طبعا في دوره الالعاب الاولمبيه والبارالمبيه الرئيس بيكرم بيشكر سريعا جدا بتحس ان هو يعني مع الحدث دايما بينزل في كل حدث على طول متواجد في الثانيه وبيطلع بيانات على انا كان ليا الشرف انا كنت رئيس بعثه مصر في اولمبياد الشباب 2014 في نانجينج في الصين وحققنا فيها 11 ميداليه اولمبيه منها فضيه كره اليد مظبوط ف بعد ما رجعنا يمكن باقل من اسبوعين كان تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا في قصر الرئاسه كانت حاجه يعني حاجه رائعه تمام فبرضه انها دي تتم تاني بعد اولمبياد 2020 وبالسرعه دي كانت مهمه جدا لان اللعيبه بتبص للي بيحصل في الدول الاخرى كله بيبص لبعضه فامريكا عملت ايه؟ طب التكريم في انجلترا كان عامل ازاي؟ طب تايلاند عملت ايه؟ طب قطر عملت ايه؟ كل الدول فاحنا كنا من الدول اللي كرمت ابطالها بشكل بسرعه الحقيقه يعني ايه ما طولناش لان الفرحة بتروح انت لو استنيت كتير انك تكافئ المدرب او اللعيب او بتروح الفرحة والبهجة بتاعت الانجاز اللي حصل. ده تكريم ابطالنا في البارالمبية مظبوط كده في من سيادة الرئيس امبارح بصراحة حاجة جميلة الناس يعني من كل الاتجاهات التكريم ده كنت نفسي وانا لعيب يعني حققت كتير بصراحة وكل الناس كانت بتستنى تكريم الرئيس ده حاجة مختلفة بتحس ان الشعب كله نبض الشعب كله معاهم. دي حقيقة ويمكن حضرتك شايف التريننج سوت ده احنا المرة دي قدرنا نجيب لبس لائق لمنتخباتنا ولأول مرة بتشوف المنتخب الأولمبي والمنتخب البارالمبي الاثنين لابسين نفس اللبس أخيرا تمام بصراحة كنت دايما بعلق على كده مفيش يعني أول مرة لا ننتقد خلاص كلجنة أولمبية وتعاون طبعا مع دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية خلاص إن احنا يعني في الآخر ده مصر ده إيمج مصر انت بتعمل براندنج لمصر طبعا لازم يبقى على اعلى مستوى لازم اللاعب المصري يحس ان هو انا لابس اعلى حاجه موجوده خلاص انا بلعب باعلى حاجه انا كنت قبل كده بصراحه يعني بتكلم على موضوع اللبس وكنت نفسي اتكلم على موضوع اللبس ده معاك بس يعني عارف لقطته مني يعني موضوع اللبس فعلا المصري دايما ليه المنتخبات المصريه بصفه عامه ما عندهاش البراند ده يعني ليه ما نلبسش كل مصر في نفس الحته يعني بقول حاجة اليونيفورم الاساسي مش بتكلم على اللبس التخصصي بتكلم على اليونيفورم الاساسي ليه مصر ما بتعملش ده في الالعاب كلها يعني كل سنه نطلع براندنج لمصر او سنتين لان كل اتحاد منوط بلعبته خلاص كل اتحاد منوط بلعبته فانا حضرتك جبت سبونسر شركه اكس وانا جبت شركه واي وده جاب شركه كذا خلاص هل مش دور اللجنه الاولمبيه تقدر تعمل ده مع الاتحاد انا اتمنى ان مش اللجنه الاولمبيه مع الوزاره الاثنين يوفروا اللبس يعني الدولة توفر له هو ده اللبس وتديه للاتحادات كلها هو ده اللبس اللي هنشتغل فيه لمدة 4 سنين لمدة 3 سنين يا ريت حضرتك بتشوف منتخب روسيا في أي ما تبقاش عارف اللعيب ده بيلعب أنهي لعبة بس أنت عارف إن اللبس لابسه ده بتاع روسيا أو بتاع فرنسا أو بتاع إيطاليا بالظبط خلاص وأنا أتمنى حاجة تبقى أضيفة على الحتة بتاعتك عايزك تضيف أتمنى إن هو يبقى براند مصري برضه خلاص احنا عندنا حاجات كويسه جدا في مصر عايز ليه ما يرعاش براند مصري لان احنا برضو هنبقى بنسوقه خلاص فانت بتسوق برضو منتج مصري تمام يعني ايطاليا لابسه ايه انا مش عايز اقول اسماء فرنسا لابسه ايه اكبر براند عندها ايطاليا لابسه اكبر براند عندها امريكا لابسه اكبر براند عندها خلاص. انت عايز مصر تلبس البراند المصري عشان طبعًا. تسوقه في العالم طبعا عجبني كلام جدا بصراحه يا جماعه بجد والله ده كلام مهم يا ريت بجد نستوعب هذا الكلام النهارده المهندس شريف بيقول ان كمان عايز البراند المصري ما طلبش اللي هو الاجنبي او طلب من اي بلد طلب ان هو يكون مصري عشان لما نطلع كده يبقى مصريين 100% يا ريت كل ناس تاني وباكد تسمع الكلام وتفهمه كويس باشمهندس عايزين نخش على الملف الاهم والاقوى وهو الملف الانتخابات اللي في الاتحادات المصريه والانتخابات الانديه عايز حاجه تشرح لي الموضوع سريعا في انتخابات حصلت ورجعنا تاني
والموضوع راح ورجع. معلش لا مفيش انتخابات حصلت يعني، في اتحادات فتحت باب الترشح كويس. وقفلت باب الترشح، انما ما جاش ميعاد الجمعيه العموميه واقيمت جمعيه عموميه واتلغت، ده ما حصلش. طب ايه اللي حصل؟ عايز افهم ايه اللي حصل. انا هقول لحضرتك اللي حصل. اللي حصل ان في بعض الاتحادات فتحت باب الترشح قبل السفر للاولمبياد. هل ده حقها؟ ده حقها. حقها ده حقها. ليه؟ القانون بيقول ايه؟ القانون صدق. بيقول من 1/7 ل 31/10 خلاص في السنه بتاعت الاولمبياد، هو ده المده القانونيه لجميع هيئات مصر كويس. لانها لو انت بقى خلاص ميزانيتك خلصانه، كل حاجتك خلصانه، من حقك انك انت تبدا تفتح باب الترشح. تمام. اللي حصل ان اللي فتحوا كان في خطا واحد حصل. خطا واحد حصل ان كان سياده الوزير دكتور اشرف صبحي طلع لائحه ماليه خلاص فيها شويه شروط. تمام تمام. فمن ضمن الشروط اللي فيها ان لابد من ابلاغ وزاره الشباب والرياضه قبليها بشهر، قبل ما تفتح باب الترشح بشهر، وتبعت جميع الورق للمراجعه في الوزاره الاول ثم لما يقول لك اوكي يعني خلاص ما فيش عليه. ما فيش ملاحظات. لو في ملاحظات هتغيرها، ما فيش ملاحظات خلاص تبدا تفتح. ده اللي ما تمش، ده اللي الناس تجاهلته واشتغلت على اللائحه القديمه. فكان طبعا طبيعي ان قبل جمعيه عموميه نقول لهم لا ستوب، واللجنه الاولمبيه للشفافيه كمان خلاص قالت احنا مش عاملين كده عشان نفتح ونقفل بالاتحادات ويبقى خلاص الناس يعني اللي نجح نجح واللي سقط سقط بسرعه كده، لا احنا عايزين نعيد تاني. ايه المشكله؟ ما فيش شفافيه تامه، كل الناس تبقى عارفه ميعاد الجمعيه العموميه امتى، والانتخابات وباب الترشح هيفتح امتى، عشان اللي عايز يقدم يقدم. احنا عايزين انتخابات نزيهه، والاصلح هو اللي يكون موجود. فده اللي حصل لخبطه تاني برضو في تفسير اللوائح في تاني مره لما الناس بدات تفتح تاني خلاص، وبرضو المده ما كانتش مظبوطه، فحصل خطا تاني والناس بدات انها تعيد من اول وجديد. دلوقتي خلاص متهيألي تفادينا هذا الكلام، وكمان تواصلنا مع وزاره الشباب والرياضه انها غيرت كمان في اللائحه الماليه دي وشالت المده اللي هي الشهر، ونزلت بقى المده 5 ايام فقط. بقى انت محتاج تبلغها في 5 ايام، هو هيرد عليك لو في ملاحظات. 5 ايام فقط لا غير. فبقت المده اسهل، مش محتاجه المده الطويله. وتم نشر التغيير ده في الوقائع المصريه الحقيقه يمكن يوم 16/9 لو انا متذكر صح يعني، او نص 9. فبالتالي هتلاقي ان الاتحادات دلوقتي هتبدا تفتح خلاص. الانديه اوريدي برضو بدات تفتح. المشكله دي ان هي اللغط ده كان سببه ايه؟ كان سببه 2017 لما كانش في قانون في مصر، لما طلع القانون وكان ممنوع الانتخابات لغايه ما يطلع قانون، فكنا عارفين ان هو الطريقه دي كلها هتتعدل على 2020، لان الاتحادات بعد الاولمبياد تعمل انتخاباتها، والانديه بعد 4 سنين كان هيبقى 2021، فما كانش هيبقى فيه اللغط ده. انما طبعا تاجيل الاولمبياد لمده سنه، دخلنا تاني زي 2017 احنا والاتحادات والانديه في توقيتات مع بعض لغايه 31/10. ده الاختلاف، ده الاختلاف. انما كل ده يظبط امتى بقى تاني؟ يظبط 2024 بعد باريس. 2024 باريس، يعني الاتحادات القادمه جايه تقعد 3 سنين بس خلاص. مش 4. لان القانون بيقول لك ايه؟ 4 سنوات او بانتهاء الدوره الاولمبيه ايهما اقرب. خلاص، فخلاص 24 هيبقى اقرب، هيبقى 3 سنوات ثم يحصل تغيير الاتحادات. الانديه تقعد 4 سنين، هتبقى في 25. كل دلوقتي الاتحادات المصريه كلها بالاخص كلها هتعمل انتخابات؟ مفيش اي مشاكل في الاتحادات المصريه ولا كله لازم يعمل بقانون؟ لو حد ما اعلنش عن فتح باب الترشح، ويعني لو عدى يوم 31/10 الاتحاد هيتحل بقوه القانون. بقوه القانون طبعا، فلازم يكون قبل 31/10 كله يفتح باب الانتخابات طبعًا. هي والانديه مظبوط. الفترات البينيه اللي هي بين فتح الباب وقفله قصه كل واحد حسب لائحته كويس. يعني هديك مثال، انا لائحتي مثلا بتقول اليوم اللي هقرر فيه، لو انا خدت اخر يوم اللي هو 31 ده، انا ليا بقى حد ادنى شهر، حد اقصى 45 يوم لازم اكون في الفتره دي عامل الجمعيه العموميه. في اتحاد يبقى مثلا 30 يوم، في اتحاد عنده من شهر لشهرين. وده اللغط اللي كان موجود حتى في اتحاد الكوره، هل المده قد ايه؟ طب ورونا اللائحه خلاص، يعني بعد ما هتفتح هيبقى امتى الجمعيه نفسها. انما الاهم مش يوم الجمعيه، الاهم هو انك انت هتفتح، فعندك اسبوع هيبقى فيه تقديم ورق الترشح. تقديم ورق الترشح كان لسه عندنا حاجات كتيره بصراحه شديده، ونفسي اقعد معاك كمان ساعه بس عندنا ابطال قاعدين بره، بس انا فعلا سعيد بحضرتك. اخر حاجه عندنا بطل مصري الكابتن ياسين قريطم، لاعب الاسكواش، هو مريض بالكانسر. اكيد كلنا بنسبورت اللاعب، واكيد كلنا مصر كلها ورانا وهو قدامنا على الشاشه. رابطه اللاعبين المحترفين في الاسكواش حطته على الصفحات الرسميه ليهم في السوشيال ميديا، وكله بيدي سبورت، فاحنا كله بيدي سبورت وبنقول له احنا كلنا في ظهرك ومستنيينك، واكيد هتبقى بطل زي ما انت بطل في انجلترا وبطل في كل البطولات اللي انت لعبت فيها. ان شاء الله هتكون بطل العالم قريبا جدا، وكلنا هنسبورت الكلام ده. طبعا ربنا يشفيه،
وانا بضيف برضو حته احنا فضل. هتلاقي في كل الاتحاد على فكره الحالات دي موجوده بكل امانه. كويس. احنا عندنا في الاتحاد الخماسي عندنا الحديث عندنا موظف خالد حلبوني من سنه او سنه ونص جاله كانسر ومش عارفين مش هقول نعالجه على نفقه الدوله خلاص لان ما فيش في القانون حاجه بتقول فيها الموظف ده بالنسبه للاتحاد الرياضي يعني طبعًا. يمكن الرياضيين موجوده او كان بطل اولمبي او بطل عالمي ممكن احنا نطلب من الوزاره انما ما فيش حاجه بالعكس انا بقول مدربين اداريين موظفين اي حد يجي له ظروف زي دي المفروض كلنا نتكاتف ونقف ويعني ونساعد بقدر المستطاع سواء بقى كان وزاره شباب الرياضه لجنه اولمبيه اتحاد نفسه الوسط كله يعني وربنا يشفيه يا ربنا يشفيه وبنناشد المسؤولين وانا مع المهندس شريف عريان بنناشد كل المسؤولين بجد ان احنا لازم نكون الاتحادات الرياضيه تحت رعايه كامله طبيه لان انا فعلا عاشرت الكلام ده زي ما المهندس شريف عريان قال فالاداريين والمدربين والناس اللي عاملين داخل الاتحاد شيء مهم جدا يكون عندهم رعايه طبيه كامله من خلال وزاره الشباب والرياضه نتمنى ده. باشمهندس حاطين لي سؤال وعايز اساله هترشح لجنه اولمبيه في الفتره الجايه رئيس لجنة أولمبية؟ هنخلص الأول انتخابات الاتحادات لا ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده الحقيقة دلوقتي انا ما عنديش النية خلاص يعني مش ما اقدرش اقول ان انا عايز اكون او بسعى ان انا اكون رئيسا للجنة الأولمبية المصرية بالعكس انا شايف ان انا اديت واجبي كسكرتير عام لو الوسط والمجموعة اللي موجودة عايزين اكمل كسكرتير عام انا جاهز ان انا اكمل كسكرتير عام لو مش عايزيني خالص ما فيش اي مشكله خالص لو عايزيني اكون في منصب اخر يعني الموضوع ابسط من كده بكتير اللي عايز يساعد في حاجه تطوعيه خلاص يساعد في اي منصب الحقيقه مش محتاج ان هو يكون على الكرسي يعني بجد انا بشكرك جدا على اللقاء ده ومستمتع بالحديث معاك وبجد اتمنى من كل مصر وبقولها تاني اتمنى من كل مسؤول قاعد على كرسي يخدم هذه البلد في حب مصر مهندس شريف العريان بقولها صراحه بيخدم البلد الراجل قال انا مش عايز اكون موجود او متواجد اللي انتوا عايزينه انا معاكم بس اهم حاجه مصر تكون في المقدمه وهو ده اهم شيء عندنا بشكرك شكرا جزيلا انك كنت معايا النهارده شكرا خالد الله يخليك بشكركم وبشكر المهندس شريف عريان وفعلا تابعوني وهنكمل الفقره الثانيه هنخرج لفاصل عشان نستقبل اساطير التنس طاوله الكابتن ابراهيم حماتو والكابتن هاني جوده